لك حلها تجيب لي أرجوز. واعمل ايه بس يا رانيا؟ ما كانش قدامي حل غير كده. اهو طلع نصاب الاستاذ. اهو خد جزاته. بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا خالتك دي انا مش متضايق منها، بالعكس انا عايز استغلها، اخدها بقى تحسك كل البازارات اللي حواليا يخسروا كلهم وانا الوحيد اللي اكسب. يا سلام، ولما تحسب بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير. اه صح. طب وبعدين؟ ولا حاجه، انا خايفه بصراحه لو فضلت قاعده كده البيت يولع. ايوه. طب والحل؟ طب يا رانيا الحل، هي جايه تدور على شقه لابنها، دور لها على الشقه. قلبت الدنيا على شقه، ما اعرفش اول مره حاجه تقفل معايا بالشكل الغريب ده. خدها من ايديها وانزلوا دوروا على سماسرة ارجوك يا عادل. وهو بالمره على فكره بقى عربيتك مش هتتحسد، لان اصلا عربيتك محسوده خلقه. عارفه بقى، انا بفكر ان خالتك دي يا ريت تحسدنا. يا سلام. هي شايفانا طبعا متجمعين كلنا في شقه واحده، تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحده فيكوا في حته. ما جاش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حته، تحسدنا فنموت فنتحط كل واحد فينا. خلاص وصلت. بس ما تقلقيش، وانا واخدها ورايحين ندور لها على الشقه هخليها تركز انها تفرقنا في شقق مش في تراب الغفير ولا البساتين. ايوه يا سمير يا حبيبي. بابا ماله؟ ايه في ايه؟ يا ابن منى اتصل دلوقتي وظاهر ان الحاج تعبان. ايوه يا حبيبي انا جايه على طول، مع السلامه. هتمشي؟ ايه يا خالته يا حبيبتي، ايه اللي حصل؟ لازم امشي، الحاج تعب فجاه ونقلوه المستشفى. هو كان تعبان قبل ما تيجي يا منى؟ ابدا يا اختي، سايباه زي الفل والله، دي عين وصابتنا، احنا دايما محسودين كده على طول. يمهل ولا يهمل. انا ماشي. سلام يا عادل. تحب اوصلك ولا حاجه؟ لا يا حبيبي، معايا عربيتي. مع السلامه يا خالته. مع السلامه يا حبيبي. خلينا نشوفك. مع السلامه، خدي بالك. الله يسلمك. سلسله المفاتيح بتاعتها؟ لا يا مامي، انت شفتي عربيتها وجمالها؟ تحفه، طول بعرض كده، ما انت شفتيها قبل كده. مش معقول، انا مش فاهمه، لونها ايه دي؟ لا هي فضي ولا هي بيضاء، لون يخطف العين. ايه يا جماعه، انتوا هتحسدوها ولا ايه؟ يا عم نحسد ونعمل، احنا بنتكلم. وبعدين يعني احنا ما بنأذيش حد ولا بنحسد حد خالص، اهو هنتكلم. ايوه الحقني يا عادل. إيه إيه؟ الحقيني يا اختي، نزلت لقيت عربيه لوري دشدشت العربيه بتاعتي.